في 8 أغسطس ولد الفنان أبو بكر عزت عام 1938 في حي السيدة زينب العتيق بالقاهرة، وهو ممثل صاحب مشوار فني طويل بدأ في الخمسينيات وظل ممتدا حتى وفاته عام 2006، حيث أصيب بأزمة قلبية أثناء تصويره لمسلسله الأخير ومضى عمري الأول. بلغ الرصيد الفني لأبو بكر عزت أكثر من 200 عمل بين المسرح والسينما والتلفزيون، ودرس في قسم الاجتماع بكلية الآداب، وهناك التقى بزوجته الكاتبة كوثر هيكل، والتي كتبت السيناريو لعدد شهير من الأعمال مثل حبيبي دائما والعذراء والشعر الأبيض. هنا صورة نادرة مع زوجته بنته، وهنشوف المفاجأة مين زوج بنته في آخر الفيديو، وأنا في فرح بنته وهي صغيرة. الله يرحمه، كان ممثل قدير. قصص الحب الحقيقية لا تموت بل تظل حية للأبد حتى لو مات أحد أطرافها. على مدار 41 سنة عاش الفنان أبو بكر عزت وزوجته الكاتبة كوثر هيكل واحدة من أجمل قصص الحب التي ما زالت تحمل دفئا خاصا، فهي بدأت على نغمات أغنية الحب كده، وكانت أغنية أنت عمري هي هدية زواجهما، إلا أن أصعب لحظاتها كانت يوم وفاة أبو بكر عزت في ذكرى عيد زواجهما، وبالتحديد يوم 27 فبراير عام 2006. الأمر الطريف أن المحبة بين بكر وكوثر جاءت من بعد عداوة، رغم الزمالة التي جمعت بينهما في قسم الاجتماع في كلية الآداب، حيث كان أبو بكر عزت هو نجم الكلية وعضو بارز في فريق التمثيل يقدم المسرحيات التي تلقى إقبالا واسعا إلى جانب دراسته في معهد التمثيل، وكان دوما محاط بالمعجبات، كما كان متعدد العلاقات الاجتماعية، وهو ما كان سببا في ابتعاد كوثر هيكل عنه. بعد أن أنهت كوثر دراستها الجامعية انتقلت للعمل في التلفزيون، حيث قدمت العديد من المسلسلات التلفزيونية لتلتقي به مرة تانية، لكن استمرت في تجنبه رغم أنه شخص محبوب من الجميع كما يجمعهم العديد من الأصدقاء المشتركين، ولأنها كانت واخدة جنب حاول أبو بكر عزت بخفة دم أن يناكفها مع أصدقائهما ومنهم الفنانة زوزو نبيل والمخرج سعيد مرزوق، لكنها تضايقت وبكت، ورغم محاولات الصلح المتعددة إلا أنها ازدادت تجنبا له. استمر الحال على هذا المنوال حتى جمعت بينهما الصدفة عندما جلس إلى جانبها في يوم عرض مسرحية الناس والبحر، وهنا اقتحمها ليعرف سبب ابتعادها عنه، فصرحته بأنها تراه إنسان غير جاد عايش الدنيا بالطول والعرض، وكانت هذه هي المرة الأولى التي رأى فيها بكر على حقيقتها التي كانت ترفض أن تعرفها، حيث حكى لها عن حياته ووفاة والده وهو في سن صغيرة ومرض والدته التي لا تشعر بوجوده، ويواصل الليل بالنهار لكي يوفر نفقات علاجها رغم يأس الأطباء من شفائها. تضيف قائلة: عندما اقتربت من أبو بكر عزت حدثني عن حبه للقراءة، فاكتشفت أنه إنسان واسع الاطلاع في كل المجالات سواء سياسة أو قانون أو فن، وكانت المفاجأة التي أعدها لي في اليوم التالي هي مجموعة من كتبه الخاصة وجدتها على مكتبي في الصباح، وهو ما سعدت به، وبدأت بالتدريج الحواجز التي وضعتها بيننا في الزوابان، لكنني لم أكن أتخيل الزواج من ممثل، وهو أيضا ما لم تكن أسرته تتقبل. استمرت محاولات أبو بكر عزت في التقرب من نصفه الآخر حتى سمع بأنها على وشك الارتباط فجن جنونه، واعترف لها بحبه الشديد، وهنا حن قلبها ووافقت على الارتباط به. لكن ظهرت أمامهما أصعب عقبة، وهي موافقة أسرتها على الزواج من ممثل، فأخبرتهم بوظيفته الأخرى وهي عمله كمدرس لعلم النفس في المعهد العالي الصحي، والتي استقال منها بعد زواجهما. تروي كوثر هيكل أنهم في بداية حياتهم الزوجية قابلهم العديد من العقبات المالية التي نجحوا في تخطيها،
بمساعدة أصدقائهم، ومنهم المخرج حسين كمال والمخرج إبراهيم الصحن والمخرج إنعام محمد علي، الذين نظموا جمعية لكي يتمكن أبو بكر عزت من توفير مصروفات الزواج. وبالفعل نجحت جهودهم، وتم الزفاف الذي حضره مجموعة من أشهر نجوم مصر، وغنى فيه شريفة فاضل وماهر العطار. ورغم توقع الكثيرون الفشل لهذه الزيجة بسبب صغر سنهم، إلا أنها كانت من أطول الزيجات عمرا في الوسط الفني، بعد أن اتفق طرفيها على عدم الالتفات لأي شائعات. هنا مع ليلى طاهر، ومثل معاها برضو في الدبور، وهنا هو لقطة نادرة لي على الأرض مستربع، وهنا مع رانيا فريد شوقي. أما وصفة النجاح السحرية التي تصفيها كوثر هيكل لأي زوجين، وترى أنها سر سعادتهما الزوجية، هي الخناق، وتقول: كنت أتشاجر مع أبو بكر عزت إذا غضبت منه، وهو كذلك، حتى لا ندع الغضب يترسب بداخلنا، وهو أخطر شيء، لأن التراكمات تسبب الانفجار. كان كل منا يحترم عمل الآخر ولا يتدخل في شؤون الآخر. عن طباعه تقول: كان شخصا شديد النقاء بداخله، سلام روحي لم أره في حياتي، فلم يكن يحمل غيرة أو حقدا لأحد، وكان يشجع الأجيال الجديدة من الممثلين لقناعته بتواصل الأجيال. أصعب لحظة وأقصى لحظة في قصة حب كوثر هيكل وأبو بكر عزت التي تتذكرها بعين دامعة، كانت يوم عيد زواجهما 41، وهو اليوم الذي توفي فيه بصورة مفاجئة، وهو في حالة صحية جيدة، حتى أنه كان يقول: أنا النهاردة عريس، في الوقت الذي كانت فيه سيارة الإسعاف تستعد لنقله إلى المستشفى لإسعافه. وصل بائع الورد لتوصيل الورد الذي اختاره ليهديه إلى رفيقة عمره في هذه الذكرى. تتذكر كوثر هيكل ما حدث قبل الوفاة بفترة بسيطة، عندما شاهد سويا فيلم حبيبي دائما، وبكائه الشديد أثناء مشاهدته الجملة التي قالتها بطلة الفيلم: أنا مش خايفة من الموت، أنا خايفة أسيبك لوحدك، وكأنه كان يودعها بتأثره بهذه الجملة. افتقدت الصديق وليس الزوج والحبيب فقط، لأنه كان صديقي المقرب، وهذا هو سر سعادتنا الزوجية، إضافة إلى الاحترام اللي كان كل طرف مننا يحترم الآخر، كما أن كل طرف كان يدعم نجاح الطرف الآخر. جمعة 22 يناير 2021، وفاة الكاتبة الكبيرة كوثر هيكل. يذكر أن كوثر هيكل هي زوجة الفنان الراحل أبو بكر عزت، وهنشوف بعد شوية هي حماة مين، هتستغربوا فعلا مفاجأة. وهي على فكرة كتبت عدد من الأفلام الجميلة جدا، منها العاشقان والعذراء والشعر الأبيض، وأيضا حوار فيلم حبيبي دائما بتاع بوسي ونور الشريف، وعلى ورق سوليفان، ودمي ودموعي وابتساماتي، وامبراطورية مين بتاعت فاتن حمام. كلها حاجات جميلة، الله يرحمها. جوزت أبو بكر عزت 41 سنة لغاية ما توفي الله يرحمه. أكثر ما تأسف له كوثر هيكل أن أبو بكر عزت تم تكريمه بعد وفاته عدة مرات، بينما لم يتذكره أحد في حياته، وتم تكريم اسمه 6 مرات. النجم الراحل الذي اعتاد على تقديم تركيبة منوعة من الأدوار ما بين الكوميديا والشر وكافة الألوان المختلفة، تحدث عنه دكتور خالد منتصر زوج ابنته، وتطرق إلى الجانب الإنساني في حياة حماه أبو بكر عزت، كما يظهر خلال السطور التالية التي بدأها بقوله: 16 سنة هي مدة علاقتي بأبو بكر عزت، وتحديدا منذ عام 90 بداية معرفتي به وحتى وفاته، والبداية بالتأكيد كانت من أجل طلب يد ابنته سماح للزواج منها. لذا شعرت وقتها بهيبة العريس المعتادة بتلك اللحظات لأي شاب مقبل على هذا الموقف، بالإضافة لهيبة أخرى تمثلت في شخصية أبو بكر عزت بما يحمله من نجومية، فهو فنان مشهور له قيمته الكبيرة وجماهيريته.
بعد ذلك أكد خالد منتصر على أن الراحل تمكن من إجابة كل ما سبق بورع تحسب له، حيث أدار الجلسة بمنتهى الود من خلال حرصه على الابتعاد عن الرسميات المعتادة التي تعقد الأمور، كما قال له وقتها جملة لا ينساها حين أكد عدم وجود أيمة وما إلى ذلك من نقاط مادية، مختزلا ذلك في جملة واحدة قال فيها: أنا مدينك بنتي أهم من أي حاجة، وهي الجملة التي يظل يتذكرها حتى الآن. ده دكتور خالد منتصر وبنت أبو بكر عزت اللي هي سماح مراته. ده دكتور خالد منتصر، كتير ما عرفوش المعلومة دي إن حماه هو أبو بكر عزت، وهنا الراحل أبو بكر عزت مع بنته سماح. دي بنته سماح في صور نادرة، زوجة خالد منتصر. بعد ذلك تطرق إلى أهم ما يميز الجانب الإنساني في حياة الفنان الراحل بقوله: لقد كان متصالحا مع نفسه بشكل كبير، ولذلك حينما تم سؤاله عن عدم تقديمه لأدوار البطولة في حين وجود من هم أقل منه بتلك الأدوار، كان يبتسم مؤكدا أن ذلك اسمه ونصيب وربنا صارف عنه الموضوع ده لحكمة. وعن أهم أصدقائه أكد أن صلاح السعدني كان يعد توأمه، وبالتالي لم يكن يمثل في مسلسل أرابيسك دور الصديق، لأن تلك الصداقة في العمل كانت تجسيد لحياتهما معا، حيث كان يلتزمان يوميا بمكالمة صباحية بينهما. أيضا صلاح عبد الصبور وفاروق شوشة كان من أقرب أصدقائه، مما جعله وقتها يغير وجهة نظره في الممثل الكوميدي، كما أكد على أن أبو بكر عزت كان منشغل دوما بالشأن الثقافي، مما يظهر في اعتياده يوميا القراءة، مما يظهر في مكتبته الممتلئة بكل ألوان الكتب. الله يرحمه. لو أعجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكم.